السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نخدموا مع بعضنا هاد القفيفات ديال الثوب أو لا توت باك كيف ما كيتسماو. هاد القفيفات ديال الثوب هادو دابا رجعوا كيتستعملوا بزاف لأنهم عمليين. غادي نخدم فيها هاد الشكل هذا. أنا عدلت الباترون بالنسبة للناس اللي باقي ما كيعرفوش كيفاش يعدلوا هاد الباترون ولا هاد الرسمات هادو. أنا غادي نخلي لكم اللين ديال الفيديو اللي فيه الطريقة ديال صنع الباترون. طريقة سهلة وبسيطة، غير هنا جبت القفيفة ديالي، باترون نحاول نحطه في الوسط. قبل ما ننزل الباترون غادي نجيب هاد البابي كربون او لا الخراج كما كيتسمى، كل واحد شنو كيسميه. المهم كنجيبو هاد البابي كربون، يعني اللي كيكون الخدمة ديالو هو انك ملي كتعاود فوق منه كتطبع التصويرة على الثوب. غادي ننزل عليه هاد الرشمه ديالي او لهاد الباترون هذا، وغادي نحاول نلصقها بالسكوتش من جميع الجوانب تتشبر مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما لصقت الباترون مزيان بالسكوتش من الجهات كاملين باش كيجيني ساهل نعاود موراه، ما كيبقاش يتحرك. تقدروا تلصقوه بالسكوتش او لا تلصقوه بالفنيتات الخلايل او لا باش ما كان، مهم الباترون يكون عندكم ثابت فوق الثوب. وكنعاودوا عليه بستيلو يعني كامل، كنحاولوا ما نساو حتى شي طريف. الا خفتوا عندك تنساو شي طريفات ما تعودوش عليهم، حاولوا دائما ترسموا الباترون باللون مبدل على اللون اللي عندكم به، اللي عندكم مرسوم به الباترون، تعاودوا بشي ستيلو اخر مثلا زراق او احمر باش كتعرفوا بانكم راه عاودتوا على الباترون كامل وما كتخربقوش. انا غادي مهم انا رجعت معكم بعد ما عاودت على هاد الطريزه كامله كما كتشوفوا، على هاد الرشمه كامله عاودت عليها بابي كربون. وباش تبان لكم في الفيديو اكثر، لان انا كنت عامله البابي كربون اللون ديالو كما شفتوا برتقالي، خفت عندك ما يبان لكم شي، فعاودت عليها بهاد القلم الحراري او الستيلو. الستيلو الحراري راه كيتباع عند المكتبات، كيعمل 10 دراهم، او القلم السحري يعني كيقولوا باللغه العربيه القلم السحري او الستيلو السحري، هذا اللي كيتمسح بالحراره. عاودت عليها كامله. دابا غادي اخترت اللوينات اللي غادي نخدم. كما كتشوفوا هنايا عندي اللافندر او الخزامه، فغادي نخدم بالتدرجات ديال الموف، الموف مفتوح والموف مغلق. هاد التدرجات ديال الموف كيجيو مزيونين، غنخدم كل وحده بالويين باش يعطينا التدرجات ديال اللافندر. غنخدم بالخضر على حسب هاد العريشات هادو، وهاد الماغون هذا غادي نخدم به هاد الكتوبه، وهاد البابيون هذا ستيتو، وهادي غادي نخدمها كامله بالكحل. انا رجعت معاكم كما كتشوفوا هنايا، عوضت القفيفه ديالي في الكركاف، خدمت كنخدم بمرمى او لا كركاف غير صغيوار، كنخدم طريف بطريف حتى كنساليها، لان الكركاف كبير كيدي مساحه وكيعذب في الخدمه، كنخدم غير بالصغير. مشيت كنفتش على الخيط كحل ما جبرتوشي، هذاك كان كيجيب لي الله كحل، ولكن هذاك ماشي كحل، هذاك القهوي مغلق. فجبت هنايا الخيط عادي ديال الخياطه كما كتشوفوا، هو اللي غادي نستعمل. كان نضوب الخيط على، غادي نخدم به على 6 باش يعطيني السمك اللي بغيت انا. هكذا هذه هي الغرزه الخلفيه، كنخليو غرزه هنايا كنقربو شتيتو كنخرجو. هذه كيقولوا لها الغرزه الخلفيه او الباك، كل واحد كيفاش كيسمي. فكما كتشوفوا هنايا كنكملو بالغرزه الخلفيه.
كما كتشوفوا هنايا من بعد ما كملت هاد الرشمه هذه كامله بغرزه الخلفيه او غرزه الباك بحال اللي وريتكم. دابا غادي نجوزو باش نخدمو هاد الجزء هذا اللي في هاد الوريدات هادو ديال الخزامه. اول حاجه غادي نخدمو غرزه ديال الفرع. غادي نجيبو الخيط، طبعا ما غاديش نخدمو بالخيط كيف ما هو هكذا، غادي نفسخوه، غادي نخدمو غير على ثلاثه د الخيوط لان هذا الخيط هذا كيجي فيه سته كما كتعرفوا. فغادي نفتح الخيط. بزاف د الاخوات كيسقسيوني كيقولوا لي كيتخبل لهم الخيط. اول حاجه قطعوا الحجم اللي بغيتو ديال الخيط ولا المسافه اللي بغيتو ديال الخيط، ومن بعد كتجيو كتفتحوها. هو هي كتفتحوا له الراس ديالو شتيتو، راه كيعطيكم مقسوم زعما. كتبداو تجروا غير بشويه 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 وهو كيتفتح شتيتو عليكم باش ما يتخبلش. هذه هي الطريقه باش كنفتحوا الخيط. الا كنا باغيين نفتحوه على ثلاثة، الا كنا باغيين نفتحوه على جوج او لا على واحد، فكنجروا غير الخيط اللي غادي نحتاجه. فكما كتشوفوا هنايا غادي نبداو غرزة ديال الفرع ان شاء الله مع بعضتنا. الغرزة ديال الفرع يعني ما كتخليش الخيط حتى كيخرج يدخل كامل، كتعمل بحال اللي غادي تعمل غريزة وكتبقى هاد الخيط هذا شبره باش ما كيدخل لك شي، وكتخرج الخيط اخر هكذا. هذه هي الغرزة ديال الفرع، سهلة وبسيطة. هكذا كتجي شكل ديالها مزيون وكتجي كيوت في هاد الفرع هذا. غادي نكملوا مع بعضنا. كما كتشوفوا هنايا كنخدم بالتدرج ديال الالوان، كنعمل لون مغلوق موراه اللي مفتوح شويه، موراه بالتدرج حتى كنوصل للون اللي مفتوح مره. كنخدم بالخيط تاع 6 الفتلات كما هو، يعني ما كنفتحو ما حتى شي حاجه. كنعملو في الابره اللي غليطه شويه، يعني اللي عينه كبيره وكتهز 6 ديال الفتلات. طريقه سهله وبسيطه. اول حاجه كنخرجوا الخيط، غنبدا من هادي كنخرج الخيط هيدا وكنرجع ندخله هنا، يعني البلاصه اللي خرجت منها الخيط هي اللي كنرجع ندخل فيها الخيط مره اخرى. كنشبر الخيط بيدي ما كنخليهش يفلت، كنبقى شبره هكذا وكنخرج الخيط من هنا من هاد النقطه هادي. شفتوا من هنا كنخرج الإبرة، كنخرج من هنا هيدا، كنخرج من هنا وكنكمل. فكندخل الخيط عاود بهذا الشكل هذا. نحاول نقرب لكم باش تشوفوا. طريقة سهلة وما كاينش مسهل منها.
انا نعاود نعدل وحده اخرى هنايا، كنخرج الخيط كنرجع ندخله في نفس البلاصه او قريب منه. الخيط هذا ما كنخليهش يهود، كنبقى حابسه هنايا، اما تشبروه بيدكم ولا تخليوه مرخي. وكندخل الابره، ملي كنجبد الابره هي اللي كتحبس لي الخيط. صافي، ملي كنجبد الخيط الثاني هانتوما كتشوفوا، صافي هذا هو الشكل ديالي. فهكذا كنكونو عدلنا الاولانيه، غادي ندوزو دابا للثانيه والثالثه. فكانت هذه هي الطريقه، كنبقاو نكملو بالالوان الاخرين حتى كنساليوها. فانا رجعت معاكم. بالنسبه لهاد ورق الشجر كنعملوا الخيط على ثلاثة، على ثلاثة د الفتلات. كنجيو هاد الورقه فحال اللي كنقسموها على ثلاثة، لان هي كتكون طويله وفحال اللي مايله. كنبداو من هنا كندخلوا الخيط، غير سمحوا لي بنتي مريضه فيها السعله، وكان نهاودو شديتو وكندخلوا الخيط بهذا الشكل. كنجيو عاود من هذا القنت هذا وكندخلو عاود الخيط وكنخرجوه من هنا. يعني كنبقاو ماشيين على حساب الرشمه ديال الثوب، باش كتعطينا ديك ليفي فحال لي طبيعي، يعني كتبان لكم الورقه فحال لي متنيه. كنزيدو شديتو عاود هنايا، يعني هي نفس الشكل ديال الورقه العاديه، غير هذه كتجي شديتو رقيقه. شفتوا كيفاش كتبدا تبان بحال اللي كتتنى، بحال هذا الشكل هذا اللي عندي هنايا، كتبان لكم الورده بحال اللي متنيه. دابا هنايا كتشوفوا هنايا تسالاو لي بلايص اللي غندخل منه من تحت، كنبدا ندخل من فوق اكثر، وعاد من بعد كنبقى ندخل من تحت. هانتوما غادي تلاحظوا معايا الطريقه كيفاش، باش كتعطيكم ديك الانحناء ديال الورق. يعني كنبقى نشوف بلاصه اللي فيها الفراغ، هي اللي كنخدم من الجهه ديال اكثر حتى كنقرب.
حديده، دابا عاد عاد نخدم من هذه الجهه، هذه كنخرج الخيط عاود من هنا وكندخله هنا. شفتوا كيفاش؟ طريقه سهله وبسيطه، خصها شطو ديال التركيز وكتصدق. كاين بزاف كيشوفوا هاد الورقه هكذا طويله كيتخلعوا، كيفاش غادي نعدلها؟ ما غاديش يتصدق، ما غاديش يجي مزيانه. لا كتجي مزيانه، خصها غير شويه ديال التركيز. دابا ملي غادي تلاحظوا معايا غادي تبدا تبان لكم الشكل ديالها من تحت، كيجي عامل بحال السنبوله. كنبقاو ماشيين معاها هايدا حتى كنساليوها. وهذا هو الشكل اللي حصلنا عليه ديال الوريقات. كتشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالهم، مزيون وبسيط وسهلين. دابا غادي نجوزو باش نخدمو مع بعضيتنا هاد البابيون هذا، باش عتكون ان شاء الله الرشمه ديالنا تسالات كامله ووريتكم جميع الاجزاء كيفاش كيتخدموا. فدابا غادي نبداو كما كتشوفوا، غادي نبداو مع بعضيتنا هاد الشكل ديال البابيون هذا. جبت هنايا الخيط قهوي وعقدته من واحد جهه، وواحد جهه كنخليها مفتوحه كما شفنا مع بعضيتنا من قبل. غادي نخدم هذا البابيون هذا بالغرزه ديال الباك، الغرزه الخلفيه. انا غادي نشرحها نوريكم مع بعضيتنا نشوفوا كاملين. كنخلي الخيط على 6 وكنبدا نخدم نفس الغرزه اللي خدمنا بها هاد بنيته هذه اللي خدمنا بكحل. شوفوا كنبقاو ماشيين مع المنحنيات ديالها. بعد ما كنساليو هاد الغرزه ديال الباك كامله غادي نرجع باش نوريكم الشكل اللي غادي نخدمو فوق منه، باش كيعطينا شكل بحال ديال الشكل ديال الحبال ولا شكل قنبه، واحد الشكل كيجي مزيون به. فغادي نكمل هيدا هاد الخدمه هادي كامله ونرجع معاكم. هانتوما كما كتشوفوا معايا، من بعد ما كملت هاد اللصو كامل بالغرزه الخلفيه او غرزه الباك، كنخرج الخيط، كنجي من هاد القنت هذا وكنخرج الخيط وكنبقى ندوزو تحت هاد الغرز هادو. كندوزو هيدا، كندخل يدي من فوق وكنخرج ليبرا من تحت. شفتوا كيفاش؟ هيدا عاود كنطلع وكنخرج ليبرا من فوق، كنهبطها من تحت. يعني فحالي كنبقاو فحالي كنلويو باش كيعطينا داك ليفي ديال كتبان فحالي عاملينها بشي كوردون ولا عاملينها بشي خيط ولا شي قنبه. هايد كنبقاو ماشيين معاها حتى كنسالي هكذا، عاود كندخل من فوق، كندخل من فوق خرج من تحت، عاود كنرجع ندخل من فوق ونخرج من تحت. هانتوما هنايا غندخلها هيدا، كنرجعو عاود من هنا. ملي كدور الدورة كنرجعو كندخلو من تحت
كنخرجوها من فوق، يعني الدورة كتبدل حيد وكنبقاو ماشي. وها حنايا ساليناها كما كتشوفوا، هذه الغرزة الاخرانية كنجبدوا الخيط مزيان نلوري وصافي. وها هي تسالات، نتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيبان، فحال شي خويط، فحال شي قنبه، فحال كيبان شكل مزيون بزاف. فكانت هذه هي اخر غرزه في هاد القفيفه هذه كامله. غادي نصبنها ونصلحها ونبلانتيها ونوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كيبان. وكما كتشوفوا معايا كان هذا هو الشكل النهائي ديال القفيفه ديالنا بعد ما ساليتها بالطرز كامله. ثم شفتوا كانت الطريقة سهلة وبسيطة، حاولت نشرح لكم كل شيء. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم، واللي باقي ما اشتركش معايا في القناة اشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. واذا عجبكم هذا الفيديو خليوا لي لايك والتعليق ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. اللي بغات تنزل شي غرزة معينة ولا بغات تخلي لي شي سؤال ولا شي حاجة، مرحبا بالاسئلة ديالكم كاملة. وكنتمنى تكون استفدتوا، الى فيديو قادم باذن الله. باي باي.